أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. ونبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني، فقد جاءت تحت عنوان أحزاب السلطة ينتهكون دستور العملية السياسية، والجفاف والتصحر منجزات حكومة تعصف بالعراق. أسس دستور 2005 الذي كتب تحت وصاية سلطة الاحتلال الأمريكي للطائفية السياسية وتقسيم العراق إلى مكونات ذات نسب تمثيل في العملية السياسية دون إجراء علمي أو تعداد سكاني تمهيدا لتقسيم العراق وإضعافه وإنهاء التعايش السلمي فيه، مما أدى إلى حملة تهجير وتغيير ديموغرافي كبير في العراق، فضلا عن اعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء وارتكاب مجازر لدوافع طائفية مقيتة ارتكبتها الأحزاب الطائفية وميليشياتها على مدار 19 عاما لدفع العراقيين نحو الاختلال الأهلي. وسعيهم بهذا النهج الخبيث مستمر ولم يتوقف لإكمال مشروعهم الطائفي الذي يضمن بقاءهم في السلطة. شهدت محافظة أربيل ندوة مهمة للميثاق الوطني العراقي بعنوان الطائفية وآثارها التدميرية في المجتمع العراقي في 29 من آيار 2022، بحضور قيادات مجتمعية وازنة مثلت جميع مكونات الشعب العراقي من 18 محافظة عراقية، أكدوا جميعا أن الشعب العراقي ضد الطائفية. والتنوع في العراق فسيفساء جميلة تزيد العراق قوة، وأن عمليته السياسية بأحزابها وداعميها الدوليين والإقليميين فشلوا في ترسيخ هذا النهج الغريب على العراقيين. وتأتي خطوة الميثاق لتفعيل دور المجتمع العراقي للنهوض به والتصدي للآثار الخطيرة التي سعى إليها الاحتلال وحكوماته ودستوره لتقسيم العراق إلى فئات ومكونات ضعيفة متناحرة فيما بينها. وجاءت الندوة لتكون بمثابة المواجهة الصريحة مع النهج الطائفي، وستتبعها خطوات أخرى يسعى الميثاق الوطني العراقي من خلالها لمواجهة آثار التدخلات الخارجية الثقافية والاجتماعية وغيرها من الكوارث التي حلت بالشعب العراقي بسبب أمراء الأحزاب وميليشياتها الطائفية. إن الدستور الحالي الهجين يمثل العقبة الأساسية في بناء العراق، وقد أوصل العراق إلى طريق مسدود، ولا يعد دستورا شرعيا للبلاد، وإنما وثيقة فرضت على العراقيين لتكريس حالة شاذة في العراق عبر نظام حكم هجين لا يتناسب مع مكانة الشعب العراقي الذي علم البشرية أسس القانون وإنشاء أنظمة الحكم. فمن بغداد حكم العالم بالعدالة والمساواة، والكفاءات العراقية قادرة على كتابة دستور يمثل تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن مفردات هذا الدستور التي تحتمل التأويلات المتعددة وعدم الوضوح، مما تسبب بتعميق الأزمات والفشل. ونقرأ من صحيفة العربي الجديد مقالاً للكاتب إياد الدليمي يطالعني من وقت إلى آخر تقريري الذي نشرته في مطلع عام 2004 في إحدى وكالات الأنباء الأجنبية، وعنوانه سماء بغداد تمطر صحفا. فما زالت الشبكة العنكبوتية تحتفظ بهذا الأرشيف، ما أن تبحث عن واقع الصحافة في العراق حتى يصادفك هذا التقرير الميداني الموسع، والذي كان يتحدث عن 200 صحيفة ومجلة مطبوعة في العراق بعد أقل من عام على الغزو الأمريكي. وراح أساتذة في علم الاجتماع يحللون ظاهرة هذه السماء الملبدة بالصحف والتي تمطر صحيفة كل ساعة، مؤكدين أن ذلك تعبير عن حالة الكبت التي كان يعاني منها العراقيون. ولكن تلك البشائر سرعان ما بددتها رصاصات الاغتيال التي بدأت تطارد كل صوت حر مناهض للغزو ولعمليته السياسية العرجاء، بل كل صوت يمكن أن ينتقد متنفذاً مسؤولاً أو غير مسؤول.
حل العراق في المرتبة 172 من 180 دولة شملها تصنيف حرية الصحافة الذي أصدرته أخيراً منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعاً 9 مراكز عن تصنيف العام 2021، ما يؤكد أن أكذوبة حرية التعبير انكشفت بعد 19 عاماً من الاحتلال الذي بشر العراقيين بديمقراطية ستكون محط إعجاب شعوب الشرق الأوسط. وعندما نتحدث عن حرية التعبير في العراق لابد من الإشارة إلى تلك الأجواء المفعمة بالخوف والتهديد والقتل والمطاردة التي رافقت الصحفيين العراقيين منذ 2003، أجواء خلقتها أحزاب السلطة التي ما بدلت ولا تبدلت منذ ذلك التاريخ، فكواتم الصوت التي كانت تلاحق كل صوت معارض والتغييب والمطاردة كلها دفعت صحفيين كثيرين إما إلى اعتزال مهنة الموت أو إلى الفرار خارج العراق. ولعل مطالعة أعداد الضحايا من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا في العراق ووصلت إلى 373 صحفياً قتلوا منذ الغزو تبين بما لا يقبل الشك أن العراق بيئة لا تعرف عن حرية التعبير شيئاً. وإذا كانت عمليات اغتيال الصحفيين ومطاردتهم وتغييبهم سابقاً تسجل ضد مجهول معلوم لكل عراقي، فإن الأمر أخذ خلال الآونة الأخيرة منحاً خطيراً تمثل في إصدار مذكرات اعتقال بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء لا تهمة لهم سوى انتقاد واقع معين. ولعلنا هنا نشير إلى عدد من مذكرات الاعتقال والقبض التي صدرت أخيراً بحق صحفيين عراقيين لمجرد أنهم انتقدوا مؤسسة حكومية أو شخصية سياسية، أما الدينية فلا أحد يجرؤ على انتقادها لأنه حينئذ لن ينتظر صدور مذكرة اعتقاله وإنما شهادة وفاته. ويضيف الكاتب إياد الدليمي في مقاله حول حرية التعبير في العراق: لقد تحول استهداف الصحافة والصحفيين في العراق إلى استهداف ممنهج تقوده أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة القضاء، التي يبدو أنها باتت الواجهة الفعلية لقيادة العراق على الرغم من تعدد الواجهات القيادية والمرجعية والدينية، ما يؤشر إلى حالة كارثية لم يسبق لها مثيل من تنميط القضاء وجعله قاطرة لسحق كل رأي معارض بدلاً من أن يكون هو الحامي الأصيل لحرية التعبير. في مقابلة له على برنامج المحايد على شاشة العراقية الحكومية، انتقد الإعلامي العراقي سرمد الطائي رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قائلاً إن وجود زيدان يمثل ظهور ديكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطاول مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء، فضلاً عن انتقادات وجهها الطائي إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، فما طلع الصبح حتى كان زيدان في الموعد وأصدر فعلاً مذكرة اعتقال بحق الطائي، ولم يكتفي بذلك بل أصدر أمراً قضائياً آخر بوقف برنامج المحايد على شاشة العراقية الذي يعتبر من أميز البرامج التي قدمت على مر تاريخ شاشة العراقية منذ 2003، طبعاً ناهيك عن تحريك رئيس مجلس القضاء الأعلى جوقة من الجيوش الإلكترونية التي منفكت تهاجم الطائي وبرنامجه التلفزيوني ومقدمه وحتى قناة العراقية. تبكي سماء العراق اليوم على ما كان حلماً طرزته في لحظة مجنونة من عمر الزمن أقلام صحفيين كانوا يحلمون يوماً بأن يوفر لهم عراقهم الجديد سقفاً لا حد له ليقولوا فيه ما يعتقدون أنه صواب من دون ترهيب أو تكميم أو خوف، فلقد تبدل الحلم سريعاً وباتت حرية التعبير تواجه مستقبلاً أشد قتامة من قتامة وقوعها تحت سلطة الأحزاب وميليشياتها. عن عصا القضاء الغليظ في العراق كتب صادق الطائي مقالاً جاء فيه: بعد عام 2003 كان بعضهم يتحدث عن الإصلاح للقضاء في العراق،
لكن يبدو أن هذا الأمر كان كحال كل الأمور الأخرى حبراً على ورق. وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، هي قيام نظام سياسي في العراق ما بعد 2003 وفق النموذج اللبناني، الذي شهد ولادة اصطلاحات في الحياة السياسية مثل المكونات والديمقراطية التوافقية والعرف السياسي، الذي أصبح أشد مضاء من أحكام الدستور. ويبدو أن القاضي فائق زيدان سائر على خطى سلفه، فإذا تم استفتاء المحكمة الاتحادية عن مادة دستورية نجد التسييس واضحاً في رد المحكمة، كما أن استخدام السلطة التنفيذية سطوتها على القضاء تجلت في إصدار مذكرات اعتقال تستخدم كأوراق ضغط في اللعبة السياسية، حتى بات الأمر ظاهرة واضحة في تعامل القضاء العراقي غير المستقل مع تنفيذ القوانين. هذه النقاط أثارها الكاتب الصحفي سرمد الطائي في برنامج بثته قناة العراقية الحكومية، وقد انتقد الطائي السلطة القضائية، كما وجه الانتقاد لمرجعيات دينية غير عراقية مما اعتبره البعض تجاوزاً للخطوط الحمراء، فما كان من السلطة القضائية وهي الخصم والحكم إلا أن تصدر مذكرة اعتقال بحق سرمد الطائي. ومن جانب آخر، ضغط فائق زيدان على مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي التي قامت بإلغاء البرنامج التلفزيوني الذي أثار الضجة الأخيرة من خارطة البث في قناة العراقية، كما أصدرت هيئة الأمناء أمراً لكل القنوات العراقية بمنع استضافة سرمد الطائي في برامجها، وإلا ستعرض نفسها للعقوبة. هنا بدا استخدام الترهيب واضحاً في تعاطي السلطة القضائية مع كاتب صحفي قال رأيه في أداء السلطة القضائية دون تجريح أو مساس بشخص رئيس مجلس القضاء العراقي. مع الضجة الأخيرة، الكل في العراق بات يتساءل عن صمت السلطة القضائية على خروقات الدستور المتمثلة في الفشل في تشكيل الحكومة منذ إتمام الانتخابات الأخيرة قبل 7 أشهر، بينما يسارع مجلس القضاء الأعلى لإصدار أمر اعتقال بحق صحفي انتقد أداء السلطة القضائية في اليوم الثاني. إننا حقاً إزاء حلقة من الوضع المضحك المبكي في العراق الحزين. يتساءل الكاتب مثنى عبد الله، هل الأزمة الأوكرانية فرصة عربية؟ ويضيف في مقاله بصحيفة القدس العربي أن مواقف الدول العربية تباينت إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا، بين مؤيد لموسكو تأييدا كاملا كسوريا، ومؤيد للطرف الأمريكي كالكويت ولبنان، في حين ارتأت مصر والسعودية ودول خليجية أخرى الوقوف على الحياد داعية إلى حل دبلوماسي للأزمة. وعند التمعن في هذه المواقف يبدو أنها متلائمة مع مصالح هذه الدول، فسوريا على سبيل المثال تحكمها علاقة خاصة مع الروس من خلال الحرب جنبا إلى جنب في الساحة السورية. أيضا الموقف المصري ينسجم مع تحركاتها الخارجية الرامية إلى تنويع علاقاتها مع مختلف الأطراف الدولية، وهي حريصة على عدم الانحياز إلى أي طرف على حساب آخر. ولكن ما هي حسابات الربح والخسارة في هذه الحرب؟ الأزمة الاقتصادية بدأت تطل برأسها على أمريكا والغرب، لذلك على الأطراف الدولية أن تفهم اليوم أن العرب لن يكونوا خزائن مال ومصادر طاقة تحت الطلب ومن دون مقابل، وعليه يبدو أن الحياد العربي ليس خياراً بل ضرورة في هذه الأزمة التي ليس للعرب فيها ناقة ولا جمل، وهو مطلوب كذلك لأنها فضحت ازدواجية الغرب في تعامله مع العرب وبقية شعوب آسيا وأفريقيا، وأسقطت الكثير من القيم التي كانوا يساوموننا بها، حيث تم إعلان الحرب على السياحة والاقتصاد ووسائط النقل العام كالخطوط الجوية والبرية والرياضة والتطبيقات الغربية في الأجهزة التكنولوجية، وحتى القطط الروسية طالها الحصار أيضاً. وهذه كلها قيم أوروبية كان الغرب يجعل منها مسارات مطلوب أن تسير عليها الدول الأخرى كي تحصل على شهادات حسن السلوك منه،
يقيناً أن الأزمة الأوكرانية الحالية تمثل فرصة ذهبية للعديد من الدول العربية لتنويع خياراتها، فالتركيز على قوة دولية بعينها يقيد حرية الحركة السياسية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة باتوا يشكون من أن حليفهم هذا لم يعد مستقراً في مواقفه الداعمة لهم، ولم يتحرك لمساندتهم ضد التهديدات الخارجية التي يتعرضون لها، وذهب للتفاوض مع إيران من دون الأخذ بنظر الاعتبار هواجسهم ومصالحهم ومخاوفهم في الإدارات السابقة والحالية. قال صحيفة التايمز إن نجاة رئيس الوزراء بوريس جونسون في التصويت على سحب الثقة منه من داخل حزبه ليست إلا انتصار فارغ، وجاء في افتتاحيتها: نجا بوريس جونسون من سحب الثقة الليلة الماضية، إلا أن حجم الثورة ضد قيادته يقترح أن النصر سيكون فارغاً، وإذا أراد جونسون تجنب خسارة كارثية لحزب المحافظين في الانتخابات المقبلة فعليه أن يظهر تركيزاً ويمسك بزمام حكومته، والخطورة في كل هذا هي أن سلطته قد تضررت بشكل يجعل من الصعب عليه عمل أي شيء. بالطبع سيحاول مواجهة التاريخ ويحرر نفسه من الانتكاسات التي رافقت مسيرته السياسية، وهو بعيد عن أي تحد لزعامته لمدة عام كما تقتضي قواعد الحزب، إلا النواب يمكنهم تغييرها لو أرادوا، كما أن هناك مخاطر سياسية تنتظره. فالامتحان القادم هي انتخابات ويكفيلد التي كانت جزءاً من الجدار الأحمر بين مزدوجين العمال في الشمال ومنطقة تيفرتون أند هونيتون في جدار المحافظين الأزرق، حيث يدافع الحزب عن غالبيته مع أن الاستطلاعات تشير إلى أنه في الطريق للهزيمة. ثم هناك تحقيق لجنة المميزات في البرلمان والتي تحقق فيما إذا كان جونسون قد ظلل البرلمان بشأن الحفلات في مقر الحكومة أثناء كوفيد-19، وأي قرار ضده يعني إجباره على الاستقالة. وحتى لو تجاوز جونسون الامتحانات القادمة فإن السؤال الأهم هو ما يجب عليه فعله لكي يكسب ثقة الرأي العام قبل الانتخابات المقبلة. وفي النهاية فالتمرد ليس نتاجاً لغضب الرأي العام بشأن حفلات الإغلاق أو الشك بنزاهته، فهي تعكس قلقاً واسعاً حول توجه حكومته وبالتأكيد عدم وجود اتجاه. وكما قال جيسي نورمان الوزير السابق وواحد من كبار المتحمسين لجونسون: في ظل حكمك يبدو أن الحكومة فقدت حس المهمة، وهي تحظى بغالبية لكن ليس لديها خطة طويلة الأمد. وتعلق الصحيفة أن من الصعب عدم الموافقة على ما يقوله نورمان، فقد كان رد الحكومة على ارتفاع كلفة المعيشة ضعيفاً جداً لدرجة أنها حاولت مرة ثانية لتحقيق المساواة في المناطق كما ورد في الورقة البيضاء، والتي احتوت على أهداف طويلة المدى دون أي خطة لإنجازها. رفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير من جدر القرود، وأوصت المسافرين بارتداء الكمامات أثناء رحلاتهم، مع الإشارة إلى أن القلق بشأن العدوى لا يصل إلى مستوى وباء كورونا. وتتشابه أعراض جدر القرود مع أعراض الإنفلونزا، ولكن المريض يصاب بعد ذلك بطفح جلدي مؤلم وبثور وتضخم في الغدد اللمفاوية، ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض لأول مرة بين 5 إلى 21 يوماً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ونقل صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن المراكز الأمريكية أنه تم تسجيل حالات جدري القرود في جميع قارات العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية. والآن أدعوكم لمتابعة رسوم الكاريكاتير.
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.